بعد انفجار بيروت أطلقنا حملة إنها دي بيروت. بلشت أنا بغرفة عمليات هون، كنا عم ناخد اسم ورقم الأشخاص اللي تضرروا من الانفجار، كنا عم نجمع الداتا، عم نجمع كم شخص عايش بالبيت، الانكم، كل الانفورميشن عنهم، وكنا عم نعمل assessment بس على التليفون، يعني كنا عم نعمل case filing لهول العالم والبيوت، وحطيناهم لنشوف visually، نشوف حجم الأضرار لنعرف مع مين نبلش، وقسمناهم areas. في كان عندنا تو مين ارياز اللي هن الكارانتينا ومرم خاي اللي اكثر شيء تضرروا من الانفجار. نحن جينا ننظف هون لانه الوضع شوي مأساوي هون بالكارانتينا. اول شيء كان كثير قريب للبورت، كله مهدم. بتلاقي العالم على الطريق، اولاد هالقد صغار، مش يعني رايحه بيوتهم، وين بدهم يطلعوا؟ وين بدهم يناموا؟ من نيويورك لبنان كليننج اب تيم. بيسكلي نحن جايين لهون عشان نساعد العالم اللي هن بدهم وبحاجه لناس تساعدهم بدهم بيه في البيت. عم نلملم ازاز، عم نلملم الخشب، وبنفس الوقت عم نسمع قصص الناس اللي هي بحاجه اكثر واكثر لنوقف جنبها. هلا بيروت مليانه حزن، نحن جايين لهون عشان نلملم الحزن الفايت من العالم، وعشان نقول للعالم انه نحن مع بيروت وين ما كنا، ولو قد ايه مثابره صغيره عملنا. لويك بتضم عدد كبير من الموظفين والمتطوعين، والأسبوع الماضي ضمت لها الشيف وائل الحريص على أن يقدم وجبات بيتية صحية بشكل يومي لجميع العاملين والمتطوعين. كل الأكلات كانوا كتير طيبين، الصوص، الرز، كل شيء بيرفكت. عمدت جمعية لويك على تقديم العلاج النفسي لكل من تضرر من الانفجار ودون أي تكلفة، كما نظمت يوم للترفيه عن النفس على البحر يتضمن صفوف رقص ويوغا، وذلك 3 أيام في الشهر. كمية الضرر اللي صارت من وراء الانفجار كتير كبيرة. نحن هدفنا من وراء هذا البروجيكت نساعد أكبر عدد ممكن من العائلات والبيوت المضررة. It's hard، أكيد it's hard على الكل اللي صار، و it will take time to process. بس حتى لو ما قدرنا إنه completely to recover، منكون بمحل ما إنه بمحل معين ساعدنا قد ما فينا نكون عم نساعد.